انا عرفت بلي الدنيا هذه ما كاش واحد ربي يكملها له. وعلاه؟ إن كنا مبتلين، اقسم بالله انا شفت واش ما شفتوش. وعلى باليش غادي نتكلم، انا حكيت مع الناس بزاف، حكيت من اعلى مستويات البشر يعني من حيث الطبقيه، والا الترتيب عند ربي ما على باليش كيفاش داير، ما على باليش كنا ورافع ربي شكون حاطه. نحكوا احنا البشر على حسب المستويات تاع الدنيا، في الدنيا من اعلى مستويات البشر اللي راك تشوف فيهم نتايا مديسينيا من كل جهه، مسقمه من كل جهه، حتى لهذوك الناس اللي راهم تحت، اقسم بالله ما كاين واحد كامل تلو، ما كاش واحد كامل تلو. تلاقيت مع انسان غير كيما في الحج، شوف عطاه الله مئات الملايير، ماشي مليار ماشي زوج، مئات سيميات نتاع الملايير. شوف واش الناس كلها يضربوا به المثل، يقول لك علاش انا عبالك عندي كيما فلان، وعلاش انا عبالك مسقمت لي كيما فلان. شوف لقيت الانسان هذا نقصر معاه، اعطاني المشاكل اللي عايش فيها، قال لي ما قدرتش نضحك، ما نضحكش عباك. شوف وليت نقول يا ربي لا تعطيني واش عطيته والله. وتشوف الناس وش انا عرفت بلي الدنيا هذه ما كاش واحد ربي يكملها له. وعلاه؟ ان كنا مبتلين، خلق الموت والحياه ليبلوكم، ماشي بشي متاعكم، امتحانات في الدنيا، يبتليك في الصحه، يبتليك في انسان قريب يديهولك الله عز وجل، يمتحنك الله في المال، يفقرك شويه شويه، ديون شويه كذا شويه، بطاله شويه، ما عندكش خدمه، احيانا مشاكل في الدار، احيانا مشاكل مع زوجتك، احيانا كل خطره كيفاه، يمتلك ربي بولد بالك ربما يطايش يهبلك شويه، كل خطره كيفاه، احيانا يمتلك الله عز وجل بك عام ولا انت تجري طوموبيل اون بوان مازال ما عرفتلهاش واش بها. ابتلاء من الله، علاه؟ يوسخها لك شويه هذيك، يكدرها لك هذيك الدنيا هذيك، يخسر لك شويه القسطو كما نقولوا احنا، باش القلب يبقى متعلق بالاخره. يا وشوفوا مليح، احنا ربي راه مخسرنا الدنيا، ما خلاهاش مسقمه، كل واحد فينا وعوجها له شويه، ورانا شادين فيها بعشر اصبعتين هاك حاكمين فيها. لو كان تخيلوا كان سقمها لنا، وكان سقمها لنا كلش مليح، والله ما نذكروه ننساوه، لان ربي قال ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. غير تشوف روحك كملت لك صحة لا باس، درام كاين، الجيب معمر، كلش مسقم، الدنيا حاكمه، الدنيا قاعد تحك لي لا باس، والله غير تنسى ربي. علاش تولي ما تحتاجوش؟ علاش تقول يا رب؟ الصحة كاينة والخير كاين وكل شيء مسقم، وين تضربي تفتح الباب؟ علاش تقول يا ربي؟ تولي تشعر أنك أنت لا تحتاج إلى الله، تولي تحس روحك استغنيت عن الله. على ذلك ربي قال لك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كي يشوف روحه استغنى عن ربي ما يسحقوش يولي. شوف السبيطارات، مشينا السبيطارات، الناس في الإنعاش كي تقول، يقول لك يا شيخ الصلاتي والتوبة ومنا وخلاص وما زيت، وكان عندي الوالدة كنت خاسر معاها دوك نسقمها مع الوالدة، وكان عندي الجار والحمد لله تسامحنا كذا والحمد لله. يخرج سمانة زوج كذا منا يلبس ترينينغ يخرج الزنقة يعاود يولي الشر من اللي كان، الشر من اللي كان. علاه؟ انسى راح، انسى الخير، انسى الخير، وانسى اللي كان طايح في الفراش، يولي يعاود يعطيه ربي يعاود يتبدل. شحال من الانسان كان يسجد في المسجد وجابوا لي ابتلاء للمسجد، وجل الناس اللي راك تشوف فيهم متدينين دركا ربي جابهم بالابتلاءات. وشكون يدخلك الجامع؟ الابتلاء هو يدخلك الجامع. تلقاك جاي المسجد ضربت مع المران جاي المسجد، ما نسمع درسك، ما نستغفر، نقعد في الجامع، تحكم فيه الصلاه يريح. تلقى الانسان حوزه دارهم يجي الجامع يصلي، تلقى الانسان تشومر يجي الجامع يصلي. فكل واحد يغلق عليك باش يجيبك عنده، يغلق عليك، لانه ما كاش واحد يدير لك حاجه يخوفك الا وتهرب منه، الا ربي غير يخوفك تعاود تجي عنده، غير هو برك، كي نخافوه نروحوا عنده، ففروا الى الله.